السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ماما. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم 3 وصفات فعالة في علاج التالول أو الزوائد الجلدية، حيث أن التالول من المشاكل التي قد تعانين منها، فهو عبارة عن نمو غير طبيعي نتيجة تراكم للبروتين الكيراتين في الطبقة الخارجية للجلد، ويظهر في أي منطقة في الجسم وخصوصا في منطقة اليدين والقدمين. أما الأسباب التي قد تسبب ظهور التالول أو الزوائد الجلدية فهي كثيرة، ولكن من أهمها مشاركة مقص الأظافر مع الشخص المصاب بالتالول في منطقة الأظافر، وكما أن أدوات الحلاقة أيضا قد تسبب انتقال التالول أو الزوائد الجلدية لشخص آخر، كما أن تعرض الجلد أيضا للتلف والرطوبة الزائدة قد يجعله أكثر عرضة للإصابة بالتالول أو ما يطلق عليها بالزوائد الجلدية. نمر الآن إلى الوصفة الأولى في هذا الفيديو. فالوصفة الأولى وهي عبارة عن الخل، فالخل جد فعال في التخلص من الزوائد الجلدية أو علاج التالول، وذلك لأنه معقم طبيعي للجلد ويساعده في التخلص من الميكروبات والجراثيم التي قد تتواجد بالجلد وتسبب ظهور الزوائد الجلدية أو التالول. أما طريقة استعمال الخل فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو تنظيف مكان وجود التالول أو الزوائد الجلدية بالماء الدافئ ومسحه بمنشفة نظيفة، ثم نأخذ القليل من عود القطن مثل هذا، ويمكنك استعمال قطعة من القطن وتبليلها في خل التفاح، خل العادي عفوا، هكذا، ثم تمررينها هكذا على مكان وجود التالول أو الزوائد الجلدية، ثم يترك 30 دقيقة، 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. ويمكنك استعمال هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات يوميا إلى أن تلاحظي اختفاء التالول. ومن الأحسن استعمال الخل الأبيض مثل هذا، أنا استعملت هذا الخل الأبيض، أحسن من الخل العادي، فهو جد فعال كما قلت للتخلص من الزوائد الجلدية أو التالول. نمر الآن إلى الوصفة الثانية. الوصفة الثانية وهي العسل. فالعسل له العديد من الفوائد الصحية والجمالية للجسم، وهو كذلك مطهر طبيعي للجلد والبشرة، فهو جد فعال ومفيد في التخلص من الزوائد الجلدية أو التالول، وذلك بشكل فعال جدا جدا، وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تجعل الجلد وتساعده على التخلص من الزوائد الجلدية والتالول. فطريقة استخدام العسل لعلاج التالول أو الزوائد الجلدية فهي جد سهلة، فكل ما عليك هو تنظيف منطقة وجود التالول بالماء الفاتر، ثم وضع العسل في منطقة التالول باستخدام عود القطن أو قطعة قطن كذلك، فهي ستفي بالغرض، فكل ما عليك هو تمرير قطعة القطن أو عود القطن في العسل، ثم وضعه في منطقة تواجد التالول هكذا حتى تغطي منطقة التالول بالكامل بواسطة
العسل، ويستحسن استخدام في هذه الوصفة العسل الطبيعي عسل النحل، فهو جد فعال وسيفي بالغرض بشكل فعال للتخلص من التلول أو الزوائد الجلدية. كما قلت، تضعين عود القطن في منطقة التي تتواجد بها التلول أو الزوائد الجلدية، ثم يطرق نصف ساعة، ويمكنك استعمال هذه الوصفة مرتين يوميا إلى أن يختفي التلول أو الزوائد الجلدية. كانت هذه هي الوصفة الثانية لعلاج الزوائد الجلدية أو التلول. أما الوصفة الثالثة فهي عبارة عن الباذنجان. نعم، الباذنجان، فالباذنجان له العديد من الفوائد الصحية ويعالج الكثير من المشاكل الصحية، فهو يعالج البواسير أيضا، فهو جد فعال في علاج البواسير، وأيضا هو جد فعال في التخلص من التلول والزوائد الجلدية. فكل ما عليك هو وضعه على مكان ظهور الزوائد الجلدية أو التلول لمدة تتراوح ما بين من 30 إلى ساعة كاملة، ثم تتخلصين منه وغسل المنطقة بالماء الفاتر. ويمكنك استعمال هذه الوصفة مرة واحدة يوميا إلى أن تلاحظي اختفاء التلول أو الزوائد الجلدية. ويمكنك أيضا استعمال وصفة أخرى جد فعالة في التخلص من الزوائد الجلدية أو التالول، وهي مسحوق الحلبة، يمكنك خلطه بزيت الخروع كذلك. فهذه الوصفة جد فعالة، فعالة جدا في التخلص من التالول أو الزوائد الجلدية التي قد يعاني منه النساء والرجال بما فيهم الأطفال أيضا، فهي مشكل يوجد على مستوى الجلد. فمسحوق الحلبة وزيت الخروع جد مفيدان للتخلص من التلول والزوائد الجلدية. كانت هذه الوصفات الثلاث أو الأربع الخاصة بعلاج التلول أو الزوائد الجلدية. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول الوصفات. وإذا كنت أول مرة تشاهدين القناة، لا تنسي الضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك الجديد القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.